أحاور مع القتلاء، وقيل ما جدلت جاهلا إلا غلبني، وأقول ما جدلت مجرما إلا قتلني. شنو الكلام هذا؟ الكلام هذا تعبير على خوف. شفت شخص، هو الشخص الوحيد اللي كان ينجم إلى تونيوتات في نقاشاته النهضة، اللي هو شكري بلايد الله يرحمه. وانا بكل تواضع كنت نجم جوتيانتات، لكن ما نخاطرش بنفسي اولا، ثانيا ليميسيون ما كانتش في ديريكت، ثالثا شنو عندي باش نقول لشخص يعتبرني طبيعه الانثى اساسا هي طبيعه جنسيه فقط؟ شوف شنو نحكي معه، ما عندي ما نحكي معه. الصوره اللي بعد منصف.